سمعت السيد داخل، سالوا السيد داخل وين هذا الرمل؟ اها سالوا على السيد. لكن المباشر داخل. شو ممتع العيلة يعني مشاهدينا الكرام، كما شفتوا معنا وتبعتوا معنا، احنا اليوم غادي ندخلوا يعني هاد الضريح، هذا ضريح سيدي بن حسين، غندخلوا مع هاد السيدة، هذه السيدة شريفية يا سيدي مسعود، يعني ميمشي انتي من اقدم الناس اللي كانوا هنا. قال لي قول لي حتى ما كتسمعش. قال لك اقدم الناس هنا هي شريفيه من عن جد عندها شربها ولاد السيد. وكنطلبوا من الناس اللي موصلين على هاد الاولياء الصالحين، كنطلب منهم النظام على هاد الولي الصالح يحيدوا علينا النصابه بالذبيح، ياخذوا الناس فلوسهم ويقول لهم غادي نصحوا يديروا لنا النظام. كيفاش كينصبوا عليهم ميمشي؟ اه كيفاش كينصبوا عليهم؟ كيقول لي شري حولي وصح، ويحلف لي بالله ويطلق ولاده وطلق الثالث، يقول لي شري فروج وصح، ما يخلوا لي انا عندي داري ديال الكره، ما كيخلوا لي الناس باش يخلصوا الكره. كيدبحوا هنا بلاصتك كيدبحوا فيها؟ انا عقليا كيدبحوا في الخلا، كيدبحوا في الخلا، اللي عنده دار يذبح فيها، اللي عنده حانوت يذبح فيه، اللي عنده قهوه يذبح فيها، هاد الشيء مطلوب. يعني هاد الناس هما اللي كنسموا الله كنطالبوا. انا كنصلي انا واختي ما ندوزو، كنطلب الله والناس اللي مسؤولين يحيدوا لي هاد النص من جدي، رانا شريفيه بنت الاصول وعندي اراضي وقطارات ديال الارض هنا في سيدي مسعود بن حسين، رانا عندي ديوري عندي الريتيسما ديالي، انا حقي في جدي ما نخليش لي ب 10 دريال ناخذو. علاش ناخذو؟ حيت نعرف راسي واش شريفيه، إلا ما شديتش حقي ديال الزيارة كينكروني يقول لي ما تيش شريفية. أنا كنطلب يعني أنت تعودتي على هاد على هاد الشيء؟ تعودت على هاد الشيء. إنما حنا شرفاق، ولكن بغينا النظام اللي جاب لنا شي كرامة يحط لينا خاصنا نقسموها. أنت بغيتي غير من الناس يعزوا هاد المقام كما كنقولوا حنا. صح. الناس اللي غادي يكونوا مسؤولين ومنظمين ويحيدوا هذاك النصب. يحجدوا هذاك كيما يذكروا يقول ميمون عيشة الباشا حمو، جدنا كان عبيد، جدنا كان تيصلي وكيعبد، ما كانش عيساوي، اللي بغى يدير عيساوي يمشي يدير في دارو، ما يديرمش في جدي بن حسين. هذا هو هذا الرجل تيذكر الله شريف. الناس الاخرين دايرين لينا تشعويده الله يشعر ربي ياخذ فيهم الحق. كنطلبوا من المسؤولين بالشرف يديروا لنا النظام في هذا الولي الصالح، راه عندهم اجر عند الله سبحانه وتعالى. والله يعاونكم مليح. يعني ما كرهتيش يعني شي ناس مسؤوله تجي وتدخل بحق هاد الناس هادو اللي كي ما عندناش هنا ما كاينش هنا اللي مسؤول. لا كندوي على الناس مسؤوله. لا شوف غنتكلم. اه مرحبا. احنا كاينين دابا الناس واقف معنا السيد القائد الله يحفظه والله ينصره والله يعطيه صحته القيد ورئيس الجماعه، مكلفين دابا بهذا غاديين بهذا المسطره وغاديين بها احسن ما يرام. يعني راه بالك انت قادنا في هذا الوالي، ولكن بغينا يدخلوا في اقرب وقت، لان السيد راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، راه غادي في واحد الاتجاه. لو ما لقيناش القيد ورئيس الجماعه كنا هنايا شي كيقتل في شي. اه كنا الرواح كطيح هنا قسما بالله. كنا كان السيد القائد اللي حنا ديورنا خاوين، اللي جاو ينصبوا عليه كيجي السيد، كاين الناس اللي كيجيو بغاو غير يزورو ما كيخليوش يزورو، كيتلقاو ليه في الباركين، في الباركين قال هي تيتلقاو ليهم وينصبوا عليهم. كاين ما كيجي ما كيلقاش بقى حتى ريال، كيولي كيباغي يبات هنا ما كيبقاش باغي يبات، كيهز طلبته ويزيد في حالاته، كيقول لك حنا هذا لا رانا تقارو، واحد كيضرب به 100 واحد، كل فين كي يعني بحال تقولي ولا مخدمينها تجاره. مخدمينها تجاره. يعني انتم شنو الطلب ديالكم انكم انتم؟ حنا كنطالبوا الشرف اللي انها قديمه. حنا كنطالبوا بالناس المسؤولين يديروا لنا النظام لهذا الوالي، لانه غادي في واحد الاتجاه. والي هذا راه قطب رباني، بن حسين قطب رباني، راه ان اولياء الله الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان عند ربهم احياء يرزقون. حنا بغينا الهيبه ديال هذا الوالي ترجع ليه، بغينا الشرفه اللي كيقولوا الشرفه يلبسوا جلال البيضين ويبركوا
ولا عنده شي كرامه ولا شي هديه تجي تحط وسط منهم ويقسموها مع بعضياتهم ماشي كيديوها. هنا عايشين جوج وثلاثه ديال الناس في هذا الوالي وكيجي خير كثير. حيد اخص خلي الشعوذه ليه. كاين اللي كيتمجي السكر، كاين اللي كيتمجي الذبيحه، كاين اللي كيتمجي بعجل، كاين اللي كيجي كاين اللي عجل كيديه واحد. عجل كيديه واحد وما كيعطوش للشرفانه. ما بغيتش نذكر اسماء باش ما نديرش التشهير. حيت لا جيت نذكر الاسماء غندير التشهير، انا ما غنذكر حتى اسم. حنا بغينا ندخل الشياد خفيه لهذا الوالي وتنقدنا. راه حنا لا حول ولا قوه الا بالله، راه حنا تضرينا. راه بهذا الشيء اللي دايرين هاد الناس راه تضرينا. راه حنا هذا الوالي راه كتجي ذبيح. ولكن ماشي باسم، راه كتجي ذبيح هديه لله. كتجي هذيك هديه. هذيك هديه. كاين كاع واحد كيديها. صحيح. حتى واحد كيديها. اه يجي واحد يديها. صحيح. علاش؟ والشرفه كيذبحوها وهما كيبقاو دايرين فيها ما يقدوش يقربوا. روحو كتقسم بين الناس يعني. ما كاينش اللي كيقسم. والله ما كيقسم. كاينش حتى واحد يديها. والله كل ما كتخدم دار التشهير عندي فيديوهات ونوريك اش كيوقع هنا. اشنو كيوقع؟ لا حول ولا قوة. هذا السيد كيتسد وكيتحل مع ثلاثة ديال الليل. إنا علاش السيد كيتسد؟ الوقت ديالو غير قانوني. غير قانوني كيتحل. هذا السيد خاصو إلا تسد مع ورا العشاء ما يتحل حتى لغد ليلة الصباح. هي ورا 8 كيتسد. لا سيدي ولا أنا عندك فيديوهات السيد كيتحل مع 12 مع الجوج مع ثلاثة. الله أعلم. الله أعلم. نقول لك انا راه كاين شلام يتقال في هذا المجال ولكن ما عندنا ما نقولوا. اه يجي معنا نشوفوا هذا السيد يتحل ويتسد. علاش؟ يعني بغينا نعرفوا. هذا هو السؤال ديال هاد المواطنين. علاش هاد السيد كيتحل من مورا سعود 8 ديال الليل؟ هذا هو السؤال اللي الناس ما فهموش وما عرفوش. هذا الشيء اللي بغينا نعرفوه، بغينا نفهموا من الناس. هذا ما باينينش باش خليك. يعني حنايا واو يعني هذه هي البلاصه هنايا كيجي ود الناس. هذا السيد قرب معنا شويه. نعم يعني باش يفهموا الناس اللي ما عطاش الفلوس هنا فهاد السيد ما غيتحلش ليه هذا الباب هذا اللي ما عطاش الفلوس. اجي اختي حدايا شحال البلاصه. هذا الشيء ما كنقولوش غير بوحدي، كاينين الناس ها ما شاء الله. واش هذا السيد كيتحل؟ غادي راه شوف تيفي اجي معاه. اجي حدايا نسولك. بغيت نسولك واش هذا السيد هذا لما كانوش فلوس ما غيتحلش؟ من طبيعه الحال ماشي اللي كاين. علاش؟ رغم انه خاص الناس يعني يزور هذا الشيء ياك هذا الشيء اللي عارفك. شوف هذا الوالي بغينا هي تسد مره ولا يتحرم مره. هذا الشيء اللي كاين هو يعني كيوهموا الناس اجيو عطيو الفلوس كثر باش انهم يتحل لكم هذا الباب. ناس خساره غيدخلوا غير يولوا. هذا ناس خساره غيهضر عنده اوراق ديال غيدخلوا غير يولوا. مريض 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 مريض. وشو سمع الناس سمع الحضرة. عم خالتي عم خالتي هضري يا محكورين فين سعود الحسين؟ ما خلوناش ندوروا، ما خلوش ناكل حقنا. انا مجدوبه 42 عام وانا لا وماشي الصحراء ومحرر سيدنا مع شماليكنا وعندي الوسام 42 عام الوسام ديال الوسام الوسام ديال الله اكبر. ها هو ها هو وانا هنا وانا في دبر حسين حاقريننا ما خلينا ندورو ما خلينا ناخذوا حقنا ما والو. الحمد لله مسدودنا سيدي مسعود الله شي تسد. علاش دراهم تسقفونا؟ حنا ما جاديب نبغي نسرعوا نبغي نموتوا. بالنسبه للمواطنين بالنسبه للناس مسؤوله هذا القفل هذا لما عطيتيش الفلوس ما غيتحلش ما غيتحلش لك. لو هاد الفلوس فين كتمشي؟ هاد الفلوس اللي بغينا نعرفها اللي كتعطى فين كتمشي؟ كتمشي للجيوب. كتشي عند الناس ديالهم ما كتقسمش عليهم. انتوا باغيين انه يتحل مره ولا يتسد مره؟ يتسد مره يتحل مره. بغينا الشرفه اللي الشرفه يبركوا الارض. اجي 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 قرب كذا. السلام عليكم. عليكم السلام. عمو كي داير؟ لاباس. بعدا مرحبا بينا. كبر بك. مرحبا بك. الله يحفظك. ماشي دخلتكم هذه عندنا. امين. بالعكس بالعكس. لا اله الا الله. انا اللي بغيت نعرف هو الناس كاملين كيستغربوا كيقول لك هذا الباب يا يتحل مره يا يتسد مره. لا هو ما عمر الباب ديال سيدي مسعود كيتسد. خاصو يبقى محلو في وجه الناس المواطنين كاملين. ها وحده. احنا هنا في هذا القطب ربي يحب الشرف وبالنسب. دابا حنا جدنا كنا كندخلوا كنبركوا والدينا وجدودنا كيبركوا جنب الضريح وكيديروا الصينيه ديالهم. حنا دابا خصنا ما يجب ان يكون
وما يجب أن لا يكون هو اللي كاين. ما يجب أن لا يكون هو اللي كاين، وما يجب أن يكون فيما بعضياتنا حنا كنتنافاو. فهمتيني؟ لا، لأنه الكور عندنا حنا كور كيكونوا فيه الشرفاء الأحفاد، دايرين صينية كيستبركوا منهم الزوار، حنا راه كاين اللي كيجي عندنا هو، كاين اللي كيجي عندنا هو تيتزار، هو حنا تنزوروه، حنا ماشي حنا بحال دابا النموذج، شوف واحد فين بارك يذكر، دابا اسمع داير حلقة، غايجيو وحدين أخرين ثاني غايبركوا في الكور تيديروا حلقة، الله يقنع الجميع، هذا الشيء اللي كنطالب منه. خرج على برا، خرج على برا، خرج على برا. أجل صبري يا خالتي، هذه من الزيجي شوفتيفي. الله يرجع، الله يرجع. كما كتشوفوا مشاهدي الكرام، يعني غنحاول تحاولوا تشوفوا معايا هذه اللي بغينا نعرفوا، يعني هذا الشيء اللي خاطر نفهموا حنا شنو هو، يعني هذا الشيء اللي كيمارثوه، يعني بغينا تشرحي لنا هذا اجدو. حنا هذا الشيء اللي كيشال هذا من نهار مبرين من لا ماشي حنا، شوف هذو الاولياء الله الصالحين اللي في المغرب كله، اي واحد كيمشي كيدير لهم الضوء، هذه مساله عاديه كيشعلوا لي الضوء صافي، هذا الشيء اللي كاين هو هذا. الناس اللي كيجيو كيجي من جمعهم الشمع كيشعلوا الضوء بالحسين، قلبهم مسلم جايين باغي يزوروا كيشعلوا الضوء ولا يحطوه فوق التابوت عادي، هذه هي الطقوس ديالنا، كيشعلوا الضوء هنا في سيدي بوعلي، في سيدي الشرقي، في سيدي عبد الرحمن، في الكرنة فين كيذبحوا ذبايح الهدايا، هذا الشيء كيشعل فيه الضوء، يعني مساله عاديه. شنو الحاجه اللي كتجيبان؟ اللي بغيت نقول هي بغيت النظام في هذا الوالي، بغينا النظام، بغينا البشر اللي كاين يتأدب، راه ما مأدبش. نقول لك حنا السيد القائد اقسم بالله الله يعمرها دار هذاك السيد، كنظن ولاد فرج ما عمرها دوزت شي قيد بحال هذا، لان حنا فضحناه وهاز بينا، ما نعرفش كاش داير معنا السيد القائد، بغينا نوصل معنا غير الحل وما صدعناه، الله يعمر ليه الدير. انا من هذا المنبر كنوجه التحيه ليه وكنقول ليه يا ربي تحفظك ويا ربي تنجيك، لانك درتي معنا المستحيل، دار معنا المستحيل السيد القائد، قسما بالله وتا السيد الطرمونيه حتى هو راه عنده يد مع في هذا السيد وفي الاصلاح وفي كل شيء، ولكن حنايا مالين حنا هاد اللي الاحشاء ديالو حنا ولادو، راه ما داير ما كاينش الاداب، ما كاينش الاداب. هاد السيد عايشين فيه جوج ديال الناس، هاد الهدايا اللي كتجينا كيديوها جوج ديال الناس، وكل شيء كيبقى دايرها، شي يجي ثور يديه واحد، راه علاش لا حول ولا بلا ما نبقى نهضر ونطول، اللي غنهضر فيه انا والسلطه عارفه وكل شيء راه عارفين. مشاهدي الكرام كما كتشوفوا حنايا كنتواجدوا، اسمح لي مرحبا مرحبا، يعني مشاهدي الكرام، يعني الطلب ديال المسؤول الناس المسؤوله، الطلب ديال هاد الناس هادو هو انه تسويه الوضعيه في الضريح هذا فلا غير. حنا جينا يعني حتى لحد ولا تفرج بالضبط في الضريح هذا اللي كلشي كاع المواطنين اللي فيه وكاع الناس يعني الشرفاء يعني اللي كيقول لك، يقول لك ان حنا بغينا غير الناس يتنظموا، كتجي هديه لهنايا انهم ماشي كيقسموا بيناتهم تراضي بيناتهم، انك واحد كيديها ولا جوج كيديوها وكيخليو الناس الاخرين كاملين مربعين يديهم، يعني انتم طالبين غير تسويه الوضعيه. بغينا تسويه الوضعيه وبغينا الاداب والاحترام، لان السيد راه لو اقسم بالله كون ما كانش السيد القائد ودير معنا يده هنا كنا الروح كطيح هنايا. والضريح خاص يكون محلول في وجه، بغينا الضريح ما يتسد في التوجه وما يبقاش يتحل في الليل. السيد يتسد مع ورا العشاء. رجعتي في الليل. اجي في الليل، لا رجعتي في الليل. شوف حنا بغينا السيد هذاك القفل ديال الداخل يا يتحل مره يا يتسد مره، باش غيبقى حل سد لا. مشاهدي الكرام المفهوم ديال هذه المراه هذه. الله يعطيك السر ورا العشاء يتسد ويتحل حتى السبعه ديال الصباح، هذا الشيء اللي يتسد فارض عن السلطه. هذا السيد كيتحل في الجوج في الثلاثه في الربعه ما عندوش وقت. ولكن اللي مسؤول عليه هو مستروش. ايه. مشاهدي الكرام كثر الكلام قل ودل، بهذا مشاهدي الكرام كنتمنوا من الناس مسؤوله ان تستمع لهذا البث المباشر اللي عبروا به المواطنين على المشاكل اللي كيعيشوها في الضريح هذا، وكنتمنوا من الناس مسؤوله العقاب لهذا صاحب الساروت اللي كيحلوا من مورا يعني كما نقولوا تسعود ل 10 الليل حتى لحتلاش، ماشي غير هذه السيده هذه، ناس بزاف هضروا وقالوا. السيده
السلام عليكم. السلام عليكم. بخير جدا. الله يحفظك. صحة وطيبة. نعم خويا. بغينا نعرفوا واش هذا السيد كيتحل من مورا 9 10 11 12 حيت هو عنده واحد الوقت قانوني اللي كنعرفوا حنا 8 ومورا كيتسد. ماشي كنعرفوا حنا الضريح اللي عارفين القوانين ديالو. نعم لا كيتحل ولكن كاينه بعض المرات كتجيو شي ناس اللي كيجيو مزروبين كيجيو مستعجلين باغيين غير نقولوا حنا راه وقت هذا راه كيكون وقت ديال الضريح ما يمكنش انه يتحل. دابا اسمح لي دابا كيجيو شي ناس اللي هما عندهم غرض بالزياره مع ذاك الوقت مثلا وباغيين يمشيو بحالهم فهمتي ما غاديش تقدر تخسر ليهم هما جايين ضاربين كيلومترات ضاربين طرقان ضاربين ياك وكاين شي مرات ثاني اللي كيتحل هكا كيكونوا ناس اللي مديرين برمجي الوقت ديالهم وفوقاش يحلوا هذا مشاهدي الكرام كما سمعتوا في هذا البث المباشر وكنتمنى ان الرساله تكون وصلتكم مرحبا بان انت كتسول على ضريح سيدي مسعود بان ضريح سيدي مسعود زاويه ربانيه بان خاصه الذكر والقران بان انت عمي اللي مكلف انك تحل السيد وتسد السيد انا كنحل الابواب ديال السيد اسمعي اسمعي خلينا نبدا نشوف الموضوع باش يعرفوا حتى الناس انك انت مبرا من الساروت ديال السيد مبرا منه اسمعني انا نقول لك واش حنا بغيتي من قبيله اش قلت لك انا ما بغيتش نهرب من السؤال ملي جيتي عندي باننا حنا خصنا ندويو على الضريح ندويو على الواقع الواقع ديال الضريح تبرعتي من الساروت ضريح زاوية ربانية بغينا نعرفوا هذيك غير باش السؤال محدود الساروت تبرعتي به ولا راه مسدود تما لا واش باقي عندك لا ما عنديش ما عندكش يعني انت ماشي مسؤول على الدار لا يعني باش الناس مسؤولين يعرفوا باش الناس مسؤولين يعرفوا الساروت شكون اللي مكلف به فهمني سيدي مسعود راه موش ديال شي حاجة ما بقاش عندنا المسؤول بان ضريح مسجل عند سيدنا زاويه ربانيه ديال الذكر وديال القران احنا ما عندناش احنا ملي جينا طالبنا شوف عمو غادي تساروت ولا غادي عمي احنا باقي نرجعوا حتى الليل باقي ماشي نرجعوا دابا نرجعوا في وقت مختلف انا خارجك السوق ديال عمي احنا باقي نرجعوا بالليل وكنرجعوا في وقت مختلف ماشي اليوم احنا اللي دوينا غير الاصلاحات بجانب هذا الضريح لانه خاص يكون بالجانب ديالو يكون نقي اول حاجه اصلاح سير خدام الاصلاح فين هو الاصلاح سير راه باركين خدام من المعلمين يلاه ريتو شوف الصريح كاينين محسنين اللي هما مساهمين في هذه الاصلاحات ديال السيد فهمتيني ودابا راه غادي الاصلاح بشويه حيت راه بدينا فيه دابا راه مده طويله والاصلاح خدام ياك كاينين ناس محسنين الله يخلف عليهم والله يكثر خيرهم هما اللي ساهرين على هذا التمويل ديال هذه الاصلاحات وراه الاصلاحات سايره بشويه راه كانت الدنيا اكثر من هكا ولكن الحمد لله سايره كتنقى ايوا هذا هو المهم تمشي الاولى والاخرى نقول الله يدير اللي فيها الخير شوف اولادي شوف هذا الباب محلول ياك تعال شوف الباب اللي من توالدي وري مسدود قالوا لي قاري الفلوس عاد نحلوا لك هذاك الباب اجي معايا بالعكس معنا خاصنا نعرفوا الشيء هذا حد عدي داري ديال الكراه قال لي الفلوس بغيتي نحلوا لك هذا الباب ها انت ها الباب مسدود علاش على ود الضريح ديك الحمراء دابا هاد الباب هاد الباب ما كيتحاش للضريح نهائيا اش قالوا لك اللي بغا يتحل قال لك ما نحلوهش شي غادي يدخل لينا البرد من هنا شكون اللي قالها لك هذا داك اللي كيصلح حيد اللي قال لك هذا اللي كيصلح هنايا اللي جايه الميزانيه ديال الصلاح كيصلح حق نصلح ولكن قال لك هاد الباب قال لك عطيني الفلوس هاد الباب ما نحلوهش قلت له انك انت ما تحليش دير لي حيط ها هذاك شتي بعينك راه ما كيتحلش وليدي هذاك حاله علاش عندو قهوه تمتم خاصة القهوه ديال ما تمشى داري خاصها ما تحلش الرزايقيه لا خاصنا نسدو عليها على ود الكرايه ما يخرجوا من هنا يقولوا لها الحال بعيد ورجعوا في حالهم مشاهدي الكرام كما سمعتوا من هاد الناس هادو ان هاد الثالث باب حتى هو قالوا لها ما تحليش الا ما عطيتيناش فلوس كبره في الرباط خدامه عند الوزاره خدامه عند من هبه خدامه عند الغوط القلاب ديال الصخيرات انا راه في الصخيرات انا راه كبره في الرباط وليدي يا الشرفه ما عندو شويه الولاد مشاهدينا سمعتوا يعني بزاف د الحوايج اللي واقعين هنايا في الضاح وكنتمنى من الناس المسؤولين انه تغير استراتيجيه اللي كاينه هنايا وتولي نظام يعني نظام قانوني لهذا الضريح هذا وبهذا نتلاقاو معكم في بث مباشر اخر في امن الله الى اللقاء انا بلاتي عمر مرحبا كنطلب الناس المصريين يديروا لينا واحد الانسان ما يكونش ولد السيد
هو اللي يكون مسؤول. يديروا لينا واحد ماشي من ولاد السيد هو اللي يكون مسؤول. هاد الناس راه حنا مضرورين. حتى واحد ما نقطعوا منه البركه. احنا ضرينا. احنا مضرورين. احنا مضرورين. احنا تنعانيو. احنا هاد الناس المسؤولين راه جوعونا. هاد اللي داروا هاد الجمعيه داروا واحد الجمعيه. اسمعي غنقول لك الحقيقه. ناس دادو جمعية ونهبوا بها وهاد الجمعية راه ما بقاش بغاتنا نترزقوا الله اللي دوزت معاك هو كان في الجمعية. الجمعية ديالاش؟ جمعية ديال السيد. أو السيد واش عنده جمعية؟ ولات عنده جمعية وهاد الجمعية ولا باغي يعطيها لهلو. حنا داروا جمعية هاد الناس هادو دابا كنطلعوا عمل الله. هادو هاد الناس الجمعية وصلحوها. شوف الطواليط الناس كيجيو من برانيين يبغيو غير طواليط ما كيلقاوهاش. طواليط ما كيبقاوهاش عباد الله. كنمشيو عندنا لديورنا كيمشيو حاشاك الطواليطات تجي مرا مرت الراجل وما تلقاش فين تمشي. شوف صور كيصاوبوا عشان نقول لك لا اله الا الله. يعني كما سمعتوا حتى من عند المواطنين حتى من المرافق العموميه اللي كيطالبوا بهم حتى هي ما كايناش. اللي كما كتسمعوا كما كتعرفوا هي هذه البلاصه هذه. كنتمنى من الناس وكنتمنى من الناس المسؤوله اجوا تشوفوا معنا المرافق العموميه اللي خاصهم يخدموا عليهم. شوف كي دايرين هما هاد. شوف الحال شوف الحاله كي دايره. حاول تدخل. شوف الدنيا كي دايره. حاول تدخل داخل. عندك كابل عندك كابل. كيوريو غير الباب ديال السيد راه مصيب. اه ولاش هاد الوهاد هي الاولى خاصها تصايب هي الاولى. انا الله يعطيك الصحه اللي كنطالب به بهاد الجمعيه اللي داروها وما سولوش الناس الشرفه ما اتفقوا مع حتى واحد. تجمعوا واحد السته ديال الناس وغير قانونيه اصلا غير قانونيه هاد الجمعيه. حنا بغينا نتابعوا هاد الجمعيه اللي دارت. حنا ما علمناش الشرفه كلها ما كيمفعلهمش الجمعيه راه تاسست. اسمع سيدي اسمع ما تحبليش انا اللي كنهضر. جات تكلم مع سمسعود. هذا هو سمسعود. اجي تكلم على الجمعيه. الناس تكرفصوا على الوالي الصالح والله يسر وصافي الله يدير تاويل ديال الخير. نطلبوا عبد الله السلطه تدخل. نقولوا يا ربي يهديها. الله ربي يهديهم والسلطه تدخل. بغينا السلطه تدخل. عندنا سعيد القايد هنايا وعندنا رئيس دائره وكنطلبوا من العامل مالك ديالنا راه الملك ديال الجميع. الله يستروا لينا والله يحفظوا. السلطه ما بغاش تدخل. نطلبوا العامل ان شاء الله يتدخل هنايا. القائد واقف واقف ولكن هاد الناس هنايا معاونينا ولكن كاين الاطغياء هنايا بزاف. كاين الاطغياء اخي. الله يدير تاويل ديال الخير. الله يعطيك الصحه اللي غنقول لك خاتمه. كنطلب من الناس المسؤولين يتدخلوا في هاد الجمعيه ويشوفوا هاد الجمعيه كيفاش دايره. راه حنا ما فهمنا في الجمعيه والو. الجمعيه دا واش جمعيه تحكمت في ولاد السيد؟ هذا التبرك هكا التبرك هكا تشكونك انت هذا واش هذه هي الجمعيه؟ حنا بغينا الجمعيه نعرفوا هذه الجمعيه اللي دارت شكون اسسها؟ واش الجمعيه داروها السته ديال الناس في القبائل ديالهم؟ وسيدي مش هذا عندو اربعه ولا خمسه القبائل اللي كاينه داروا جمعيه السته ديال الناس ووصلوا بها ولا كيقول لكم حنا هما حنا شكون نتوما؟ مشاهدي الكرام كما سمعت تعال معاه تعال اخو مرحبا اش بغيتي تقول؟ انا جيت نزور اخويا داو لي التليفون ديالي دابا ما فهمت والو. جيتي باغي تزور داو التليفون ديالي؟ دابا حاليا جيت نزور داو لي التليفون. شكون دار لك التليفون؟ ما فهمت والو. شنو وقع لك؟ الله اعلم الله اعلم الله اعلم. جيت تزور دار لك التليفون؟ جيت نزور داو لي التليفون ديالي ما فهمت والو انا يا صاحب. هذه راه ماشي راه رجوله ما تقرا والو. لا حاول تقول عن هذا صاحبي. مشاهدي هذا مصافط لنا مشاهدينا الكرام كما سمعتوا من الناس ان هذا السيد اللي قال ان تشفر لي تيفو كيقولوا الناس انهم صيفطوا شي واحد باش انه يخسر لهم هذا الشيء هذا. كنتمنى ان الناس انها بقاو في الموضوع ديالنا وانه الناس مسؤوله انه تدخل في اسرع وقت ممكن في الضريح هذا ونتلاقاو معكم في بث مباشر اخر في امن الله. الى اللقاء.